اجتماع مهم او اجتماعين مهمين كانوا في رئاسة الجمهورية، عقدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رئيس مجلس الوزراء وايضا بحضور السيد وزير السياحة عشان يتكلموا على تطوير ميدان التحرير، يتكلموا على منظومة السياحة بصفة عامة. الرئيس وجه بتطوير الميدان زي ما حضراتكم شفتوا، وإضافة لمسة حضارية من خلال نقل عدد من القطع الأثرية اللي عرضناها على حضراتكم إنها تعرض في ميدان مفتوح للمواطنين بعد ما تترمم المسلة اللي كانت مكسورة ومرمية زي ما قال الدكتور وزيري، اللي هتيجي وتتصلح وتترمم وتتحط في ميدان التحرير على نحو يليق بسمعة ومكانة الحضارة المصرية القديمة ويضاهي ما تذخر به أشهر الميادين الكبرى في عواصم العالم. ده الحقيقة اللي احنا عرضناه على حضراتكم. كمان كان في اجتماع اخر عقده السيد الرئيس متعلق بالموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الانجاز وتطورات الاعمال الانشائية وتجهيزات نقل واستقبال وعرض القطع الاثرية بالاشتراك مع الخبرات الاجنبية في هذا المجال. الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، وشدد على ان تتم ادارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال. مش اي حد هيدير ولا اي حاجة هتحصل، لا بالعكس، ده على زي ما بيدار اشهر المعالم الاثرية والسياحية والمتاحف في العالم هيكون ادارة المتحف المصري الجديد، عشان يكون هذا المتحف اضافة قيمة مش بس لمصر ولكن للعالم كله والانسانية جمعاء. شيء الحقيقة مهم، مصر بتتحرك على كل النواحي، مفيش ناحية البلد ما بتتحركش فيها وبتتطور فيها. كل ده عشان نيجي نبص نلاقي ان في سياحة بترجع، وان السياحة بس خدوا بال حضراتكم من شيء مهم جدا الناس بتوع السياحة عارفينه، ان بقالنا كتير جدا، بقالنا اكتر من 20 سنة تقريبا، نقول 20 سنة السياحة بتاعتنا معظمها او كلها هي السياحة الشاطئية، الناس اللي نازلة على الغردقة ونازلة على البحر الاحمر ونازلة على شرم الشيخ، خير وبركة ما اختلفناش يعني يا رب كتر، ولكن السياحة الثقافية تراجعت شوية. الجماعة زبايننا اللي موجودين وحبايبنا الموجودين في الصين، السياحة الصينية، السياحة اليابانية اللي كانت بتيجي على القاهرة قلت بسبب من اول يناير واحنا جايين بقالنا داخلين في 10 سنين. الناس دي محتاجة ترجع، هترجع ازاي غير لما تلاقي ميدان زي ده مطور وتلاقي ايد بتتمد لتطوير القاهرة. ولكن بالتوازي بنلاقي انجازات تانية بتحصل في انواع تانية من السياحة، يعني السائح البريطاني مثلا ولا الفرنسي ولا الالماني ولا الاوكراني ولا البيلاروسي اللي بيجي على شرم الشيخ والغردقة، لا دلوقتي ينزل كمان القاهرة ويقعد له يومين ثلاثة في القاهرة وينزل يتفرج على ميدان التحرير اللي هو متحف مفتوح يقدر يتجول فيه براحته. الحقيقة ده شيء مهم جدا، وهنا الربط ما بين المقاصد السياحية وانواع السياحة.